نروح مع حضراتكم لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات. جامعة اسكندرية أعلنت إنشاء مجمع متميز لطب الأسنان هيكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. كمان محافظة الشرقية أعلنت النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة بمقدار 7 درجات عن التنسيق المعلن. وفي البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي أكبر وصول لرحلات طيران سياحية خلال الأسبوع، وكان على متنها 13,000 سائح. وفي قرى محافظة كفر الشيخ شهدت أعمال الحملة القومية لتحصين المشاية. خلينا نتابع التفاصيل في سياق التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة شهدتها المحافظات. جامعة الإسكندرية أعلنت إنشاء مجمع متميز لطب الأسنان هيكون الأكبر على مستوى الشرق الأوسط بتجهيزات كبيرة من معامل ووحدات أسنان ومعدات وأجهزة ومركز بحثي متكامل. كمان محافظة الشرقية أعلنت النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية العامة بمقدار 7 درجات عن التنسيق المعلن قبل بضع أسابيع، وتقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023-2024، على أن يكون الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 233 درجة بدلاً من 240 درجة، فيما تقرر أن يكون تنسيق القبول بفصول الخدمات 195 درجة والثانوي الخاص 140 درجة. في البحر الأحمر استقبل مطار مرسى علم الدولي أكبر وصول لرحلات طيران سياحية خلال الأسبوع بعدد 34 رحلة طيران دولية بتقل على متنها 13,000 سائح من بين 153 رحلة بيستقبلها المطار خلال الأسبوع بداية من اليوم السبت حتى الجمعة المقبل، وتسهل السلطات المختصة داخل المطار عملية الإجراءات للسياح الوافدين مع تطبيق كافة الإجراءات الأمنية والاحترازية. قرى محافظة كفر الشيخ شهدت أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد الوادي المتصدع والحمى القلاعية، إضافة لترقيم وتسجيل الماشية وتحصين الطيور ضد الأمراض الوبائية، وتم تحصين 178,000 رأس ماشية بنسبة تنفيذ 84% خلال 3 أسابيع من بدء الحملة القومية، ومن المستهدف 212,000 رأس ماشية بقرى ومراكز المحافظة. في المنيا أكدت مديرية الصحة أنها نفذت قافلة طبية علاجية مجانية في قرية بني سالم بمركز دير مواس خلال يومين، وتم توقيع الكشف الطبي على 1197 حالة مترددة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة ليهم بالمجان وتحويل الحالات اللي بتحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات. أيضاً في مدن القناة أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة انطلاق أعمال غسيل وتطهير وتعقيم خزانات المحطات، بالإضافة لأعمال غسيل شبكات مياه الشرب بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد بالتنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والوحدات المحلية والصحة وقطاع المعامل، وده للتأكيد بالالتزام بالجدول الزمني المحدد والمواعيد المقررة لأعمال الغسيل والتطهير بهدف توفير كوب ماء نظيف من أجل صحة كل مواطن.